الميضة منين جيتو ويناو؟ مكناس الاقليم مكناس المهايا. المهايا المهايا مكناس. معرقينا مهايا درت معرقينا مهايا وكفته. هاد الاخرى اللي راه طبع مزيان هاد. وتتمتم تتمتم ها وسنان فين خليتيهم؟ في الدار. خليتيهم في المهايا او لاصقين في المهايا. شحال في عمرك يا شريف؟ 72. ها 72 وتتك تركب؟ انا مجدودنا انا عندي 7 سنين قلت لويا ديالي تركب العاود تمشي معايا للمواسم. حليتي عينك في الخيل؟ الخيل بحال هاد الوليدات هادو بحال الولد اقل من هاد الولد كاع كاع عندي 7 سنين ديك الساعه تركب لي مع الوليد على العاود تدي مع المواسم. دابا كي كتحسوا منين يلعبوا هاد الوليدات انت واش عندك ولدك هنا؟ هو هذا هو هذا ولدي راه مقدم هذا العام تقدم وهذا ولدي تقدم في 2015 هنا تأهل دار السلام بجوج مقدمية هذا بجوج مقدمية واش فينا الشيخ؟ الشيخ ديال دابا هو هذا سي سعد. وكي كتحسوا من يكونوا لاعبين؟ كيفاش؟ الدا ديالنا ما تبقاش دائما جاهلين الجل غايب عاوني الضربة تقول فرح سير لي راه الراجل جاي العار اخوي عندك ناقص على شي واحد قال لك عندك ناقص على شي حد اسمع سيدي الدا ديالنا ما تبقاش بصح نيت والله العظيم الدا ديالنا ما كان انا نفسي انا تبقى نبكي بصح نيت اه دائما نبلي بزاف تبكي بلا قبر بلا موت الله يحفظك هذاك الشيء كتغير بزاف كاع وهذا الشيء كيطرى لك مع الدراري الصغار وكيطرى مع الكبار كبار خلاص علينا 2016 هنا ثاني كنا نتطلع التصربه ديالنا تيخصو درجه نبقى نبكي نبقى نضرب في راسي ونبقى نبكي خطير صعيب اخويا الدراري هادو راه كاين اللي قارصها 5 قرصات وصل لدار السير ما عمرو قرص فوق العود 5 قرصات وصل لدار السير اول كب 5 الدراري هنايا وكان هادو 13 عام عندهم هادو عندهم 5 قرصات وصلوها وحده في عين طوطو زيد وحده في عين طوطو وربعه في عين السبع موسيقى صافي رحمة يسر الله يسر الله مزيانه بخير بارك الله قليل ومداوم قالوا كنا تنضحكوا صدقنا هنايا اشكون اللي قال؟ كنا نضحكوا ولينا في دار السلام والله يخليكم ديما ضاحكين بخير مني هادو مني كانوا لاعبين قبل ما يجيو لهنا كيف وليتي الرفيسة تبعنا كيفاش الرفيسة؟ من المهاية بصلت نحن نقول هذا شنو هي بصلت؟ هي الرفيسة بالعمشي الرفيسة بالحلبة والدجاج البلدي وما غادي وحنا متابعين بالكسع هذا التدريب غادي نتابعينه مع الخيل مع الخيل مع التدريب وهذا القصاع تدريب من ينزلوا يلقوا الماكلة حدا الموسم ديال هذا المهاية راه كانت فيه 72 صربة وحنا حبسناه وزدنا العام الجاي غتولي فوق ال100 بقاش اللي كيجي عندنا كيلقى الكفته والماء طيب شي كيف نكتب بحالي انا دابا ما عرفوش باردي غنسيق الخبار لذاك الموسم ديالكم ونجي شغل هادو تما 5 القرصات عادونا شريف اسمك الله مصطفى منير مصطفى منير منير انت من الرباط لا انا من جمعه ديال تسحيم جمعه ديال تسحيم من عبده من عبده جاي على رجلك ولا راكب؟ لا جاي راكب ما راكبش على العود لا مع الحديد انا نصعب هازمك وحدك وجاي ها انت كتبورد ولا لا انا تنصيب هادشي جديد تنصيب مكاح جديد وشنو هادو ريفيات ولا لا هذه الحبه هذه حبه هذه الحبه هذه هذه الحبه دير سيدي فين غاتها فاتها بلاتي لا بلاتي راه خاصها راجل خاصها راجل ها انت هذه الطلعه الاولى جر هذه الطلعه الثانيه وبلاتي انا اللي خليني هنا اللي عارف ما
ها هي هنا ياك؟ لا ما تكونش تما، تكون هنا تحت في البزبوز. وين؟ هذا البزبوز، هذا البزبوز، هذاك هو البزبوز، البزبوز هذاك هو اللي كتخرج منه لها في البار. ها هي زين كترقل عليها صافي كتفرس. ها كتفرس كتخرج حبه كتضرب البارود يخرج. واخا هذه وقتاش ترقل تبقى بحال هكا؟ لا ما تبقاش بحال هكا، هذه دابا تكون محايده منها الحبه. زين كيمشي حتى للمحرك تيعمر البارود بعدا من راس ديال الجعبه صافي يتصاوب ناضي عاد من يبغي يقربوا يتوتوا. هذه كتكون عند السيد اللي راك فوق العود. زين ملي كيبغي ينطلقوا الخيل هذا كيطلع ويركب الحبه، يركب الحبه وخليها منصوبه ولا تيطيح. ملي كيكون هو ناصب تيطيح تيحط الحبه وتيطيح بحكه باش ما تخرجش المكحله. هكذا تيبغي يقول هذا هذا تيطلع هذا كاين هذا ويركبها هذا يركبها صافي وتم غادي. قول لي يا شريف دابا هاد العمار الا ما كانش عارف خطر وخطر خاصو يكون فيه الثقه. ها يكون فيه الثقه ويكون على بال. شحال لك تعمر؟ الدراري الصغار تيديروا 6 صباع تيديروا 8 صباع بحكا 6 صباع 8 صباع كتعبر البلاصه منين تتعبر به. كاين واحد المدك ديالها هو اللي تيعبروا به، كيكون المدك على قد الجعبه. دابا ملي كتعمر البارود كيطلع داكشي اللي طلع كتعبر. داكشي اللي طلع فوق الجعبه تتعبر. واخا والكبار؟ الكبار تيديروا شبر شبر و4 صباع 8 صباع. الكبار قادرين على البارود، الصغار بزاف عليهم شبر. اما احسن دابا المكحل الجداد ولا دوك القدام اللي كنلقى شي واحد كيجيب وحده ديال جدو كيقول لك هذه راه عندها 150 عام؟ لا دوك زاد في هذاك الوقت، هذا العام اللي ركب بها تفرقع لي. بصح نيت؟ اه تفرقع لي، بقى ولات خطر هذه. خصو يدير لها؟ خصو يعلقها ويبقى يشوف فيها. يعلقها قبل لا تعلقوا هو. قبل ما تعلقوا هو. صافي دابا انت باغي تبيع. انا باغي السلامه للجميع. سلامه للجميع. انا خدام معاهم على حساب القدام ان شاء الله. انت بارك مع هذا الزريزع؟ اييه بارك مع الزريزع، هذه الكحل ديالي هو اللي تيتبورد بهم. الزريزع انت كان باردي تقر كان سميتو؟ سميتو ميلود. ميلود نود قاعد الناس بدات تبورد تبارك اجي نود زيد تسخر لي جيب بوك جاي تسخر تسخر من يجي نقدم حيتها. أنا مقدم زريزع كي داير كل شيء بخير. كي كتحس منك كيكونوا لاعبين هاد الوليدات هاد؟ فرحة كبيرة هذا حانا بزاف. بصح هنيت العام اللي فات كتو العام اللي فات جدو الثالثين واقيلا الثالثين. ها حسن ميدالية النحاسية وهاد العام كاين الذهاب. تيسير الله البارود دابا كيبقى تيسير الله تيسير الله كلشي في يد الله. كيعطيو كيقلع مره يعطيك مره يقلع في البارود وجهك حل. ما يتشافش اصاحبي ما يتشافش. والله يسر ليهم امين. وهذا العام راه ناضي يكون خير ان شاء الله. وازريزه وازغيور تتقاعد ابو شنو قايدك اللي كتقول هذا الكل ما كيقول شنو هي عزيزه علينا. بسم الله قول اش كيقولها ديالها. بسم الله هباليو هباليو حافظ ربي حافظ ربي هو بصح نيت حافظ ربي. ما عندكمش نتوما هذا لاعب ضدي ولا كاين شي بحال بحال اللي يربح مرحبا. ها البارود هو اللي كيحكم. ويليني هادو بستة شكون اللي عزيز عليك وصاحب؟ أيمن أيت سالم. أيمن أيت سالم أيت سالم. وفين كاين؟ كاين معاكم هنا ولا ما كاينش؟ راه فين؟ راه هو مقرد هنا. وشتو هاز كيما كحلتو تا؟ كيدرب معاكم تا انتوما؟ يلا زيد أسيدي زيد. تمناش مصاحب مع هاد الزريزه؟ المباراة ديال بوزنيقة. من بوزنيقة؟ ها؟ من هذيك الساعة؟ ما كتفرقوش دابا؟ كنتفرقوش. واخا انت مقدم ديال صربة أخرى؟ كيجي عندي وكنجي عنده. انت كتجي عنده وهو يجي عندك. وشي نهار زعما في شي موسم بلا دار السلام تقدروا تلعبوا مع بعضياتكم؟ نلعبوا؟ ها؟ نلعبوا؟ انت تديه لمراكش هو يجيبك المحمدية. تعوم وتلهي سير لابيسين. ياك يلا ديروا لنا شي تخريجه انت وياه. ياك يلا ديروا 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 الحبه. ياك بسم الله ومرايا يا بريو هاو دربوي سي
يلا طار يلا. واسميتيش طار؟ واسميتك؟ مراد حبيلي. مراد؟ الحبيلي. الحبيلي. يلا راك قوت يلا. بسم الله. وحده وحده بلا تعري. أكل. أبوي. تاو. تاو. أي. هذا زيادة تاو. أولادي. أجي يا طار من الأقوال أولادي فين ولدك هيا على أولادي يبارك وحن البعض كيف ايش قلت عاود اش تقول انا نقول وراك يلا قول وراك انا زيد قول بشويه خليه قال الطاهر يلا قالت لك الطاهر زيد قول ايش كتقول بسم الله بسم الله وحده بلاتي عليك وحده بلاتي عليك اركعد وحل أوي أه شنو قاعد يقول لي حافظ أبلاد أنت سربك تيا كم عرفنا قاعد قلت شو يا قول حافظ يا حافظ زين شد 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 أي هذا زيادة دام هادي اللي دست منك هادي شنو هذا أولادي يا الله سير تحصد ما ترونوا يا حسن شلة خيل شلة خزين وشلة مكحل وشلة فراجة وشلة بحبيبك مزيانة وشلة العديانة الكلام مع المقدمية الكبار كيبغي العبار الطبوري ده سر من عند الله والسر سرك يا ربي وانت لعبدك تعطيه لو كان السر ينباع من كترة موال وشريه لا إله محمد رسول الله قول يا شريف توما منين احنا من زاوية الشيخ زاوية الشيخ زاوية الشيخ ايه زاوية الشيخ تابع الخنيفرة تابع لبني ملال والجهة تابع جهة بني ملال الخنيفرة هاكاك هاد الطريقة الزيانية باش نعرفوها
كي داير الركبه كي داير الحوايج ها الحوايج هما ناضين. هي معروفه بالسلهامه والجلابه والفراجيه ومعروفه بالطريقه ديالها بالتجذاب ديال الخيل والطريقه باش تايق الحاجه اللي الحاجه اللي ميزاكم هو الخيل ديك الجذبه ديال الخيل ديك الجذبه عندكم ناضيه وهي باش معروفه زعما والخيل ديالكم حتى هما بايدين تقول مصبلينهم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله واش بصحني الحمد لله الخيل الخيل مصبله والقلوب صافيه. وهذاك مول العود اللي معروف دو كعموش الله يوالي كعموش الله يرحمه مسيك الله يوالي بها هذاك ما كان شيخ لا لا هو في القبيله وانا في القبيله هو من قبيله وانت من قبيله وانا من قبيله قبيلته هي ايت موسى ايت هودي وين كان شانع هو كان شانع المقدم دابا بعد تساليو من هنا كتمشيو للقبيله كنمشيو للقبيله كتوليو كيرحبوا بنا وكيستقبلونا وكيديروا لنا الاستقبال الحمد لله كلشي على التواصل الاجتماعي راه كلشي باين والتعريقه كاينه الحمد لله موجود السخاوه موجود السخاوه موجود السخاوه يلا وجد السخاوه مرحبا سيدي السي عطير ضيف الله ورينا السخاوه ديال بسم الله سيدي بسم الله بسم الله تفضلوا سيدي بسم الله بسم الله سيدي السي المقدم نعمس المقدم اش يقولوا لي بالشلعه انعلام انعلام زوين انعلام انعلام والعود اش يقولوا لي بالشلعه ايجيس ها ايجيس 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 انعلام ايجيس والسرج ساريث ها ساريث ثريث واخا والمحرك المطرق 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 كيقولوا لي في العروبيه يقولوا لي المطلق المطلق والمجبد المجبد زيد واخا والفراجه انفرجن 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 هاكاك واخا والمربط ديال البين تيغوني وين تيغوني وين اييه ها والركابه اللي معاك امناين امناين واخا وهذا صحيبي اش يقولوا لي هذا اللي شبعان تقابي جاك برد هذا اش قلتي ياك ما جاك برد هو برد مني خلصوا هذا هو برد مني خلصوا هذا الراجل اش يقول المخمار المخمار لا بالشلحه المسمن المسمن اومثين اش كيقولوا لي اومثين اومثين انا تشوفه غيولي اومنين غيولي اومنين ان شاء الله والعسل تمنت تمنت فارس ريت فارس ريت واخا وهاد الزيت الزيت فين الزيتون لازم تني فين وقبو فين الزيتون انا رقدت وديس رقدت صحيح والتمر تيقني تيقني واخا تي دابا كيعجبك تمورد تما ولا هنا شكون اللي تيخليه هنا ولا تما بحال بحال تما اللي كي تما يجيبك هنا هو يجيبك هنا الا ما اجتهدتي تما ما غاديش توصل هنا شيخك هو هذا الراجل الشيخ ديالنا هو هذا كان تيحرك مع الاب ديالي الله يرحمه هو اللي كان علم حتى 2010 وباقي تركب الوالد ولا والو لا ما راه سديتي صافي مازال ما بقيتيش تقدر تركب ما قدرتش ها ما قدرتش داكشي ما بقيتيش تقدر الله يرحم البركه العود اللي كان عندك شمن ليقه كانت عندك؟ ها؟ شمن لون؟ يزريو برشان يزريو حرضان عدان يزروا برشان؟ كاين البرقي وكاين حرضان وكاين البرقي هو حرضان ها قصدي والازرق والبيض هذوما الخيل اللي كانوا عندهم اللي كانوا عندهم يلا مول البراد بسم الله البراد واش يقولوا لي بسم ابراد 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 اعشاري ها اعشاري ها الله يحفظكم ويرعاكم واحد الحاجه باش تعرفوها راه الحمد لله راه كاين 14 فقيه هنا 14 فقيه هذه راه السربه ديالي خويا حسين حنا اللي كنفتحوا المعرك حنا اللي كنسبقوا المعرك كاين 14 فقيه راه الحزب صباحا ومساء والاسماء الله الحسنى صباحا ومساء هذو هما المميزات ديال هاد الصربة هادي والله يحفظكم ويرعاكم الحمد لله ما كاين عاد الدعاء لا عاد الدعاء ان شاء الله الاخ الكبير هو بحر جاي هو وسيدي تبارك الله عليكم يبارك الخيل بعد كتم جاي اش تقول؟ تنقول الحافظ الله الحافظ ياك يقولها كل شيء تيقولوا العرب الحافظ ربي الحافظ ربي الحافظ الله الحافظ الله واخا زيد من تم جاي اش تقول ثاني؟ هذيك باش يجيبوها قرصه كاين اللي كيقول انت اش كتقول؟ زيد
بحال لا تمك شي حد ولكن فيقك من النعاس بحال فيقك من النعاس من النعاس زيد هذاك الشيء علاش كيجيبوها انا ناضي الحمد لله وداك الشيء توفيق من الله واخا مني في الليل كصابحين تلعبوا ايه كي كتحسوا كنعطيو التعليمات وكنجتهدوا وكنحاولوا نركزوا التركيز هو كل شيء لان البار ديالي كيتصنتو المقدم كل شيء تيجي هو هذاك إلا كان شي خلاف بين البار ديالو والمقدم كلشي تيخسر ما يقضيو تغارة لأن خص الانضباط وخص الانسجام وخص واحد روح رياضية وخص واحد الجو عائلي باش كتمشي المجموعة كتعطي الأكل ديالها دابا أنت كبير شكون خر معاك في الصربة قرينك لا كاين الأخ ديالي هو اللي سبق هذا ديروا ليه البلاصة ها هو بحرا جاي هذا الراجل هاي خويا هذا الكبير هذا خويا الكبير سابقني في الركوب سابقك في الركوب سابقني في الركوب وتا هو النايب ديالك هو النايب ها هو النايب ديالك النايب ليش لايق إلا ما قدرتش أنا نسوق بالدراري غادي يسوق لا وتراكب لاش يليق هو والتراكب كاين لا كيعطي واحد 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 سميتو واحد الفرجه سميتو الى في المقدم الاخر كاين الاخر كاين موجود واش يقول ما يقول والو بحالو بحال الركابه لا بحالو بحال الركابه غير في حاله الى سميتو المقدم وقع عليه شي حاجه هو غادي يكمل الكبره غير يكسر هذاك لا ما يخسرش صوب الحرام صوب لا ما تخاف لا خاص بحال يعدش سميتو كوب هذا يعدش يلا يدخل مع بعضياته يلا مقاد راه كيقول لكم بلاتي نسول بعضياته شكون كتقول لهم انتم في شحال هذه مضشر هذه مضشر هذه مضشر هكاك وكب الرشار الشيخ نعم اسين العود عندكم نعم الجيد باش نعرفوه واللي ارابر عربي الاصيل الى كيلعب مزيان فين ما واش فين ما بغيت نديه نديه الا قلت ليه زكاي زكا تربيه تتكون عندنا زيت الشيخ خاصه كيكون درويش درويش وكيتصنت اسمع ومناش هادي مناش هادي تتولي واش هو مربي عليها ولا شنو داكشي من الجد والجد من الاصل الاصل ديال زيت الشيخ وعلاش عندكم على البيض بزاف وعندو هذيك بحال الشهب من فمو داكشي اللي كيحبوا مال زيت الشيخ اكثر هي كيبغيو البيض وكيبغيو الزرق اش اللي كيحبوا مال زيت الشيخ ما كاينش تما لا شويه بحالكم بحال الناس ديال وجده هما قالوا علينا الناس القدام دابا داكشي اللي كيبغيو ولا الدراري اللي ناضين دابا رجعوا له عاوتاني للدهام ورجعوا ويبدلوا عاوتاني القديم القديم ما يمكنش تفرق لك البيض وفيه ديك بحال الشهب من فمه العود اللي عندنا في زيت الشيخ ما يكونش عالي ما يكونش عالي بزاف ما كيعطيكش المنظر في العود مترو 62 مترو 62 مترو 60 هذا هو العبار العبار ديالنا متوسط واش حيت الناس ما طوالش ولا شنو لا داكشي اللي كيحبوا من الجد علاش كتهضر هل انا تجيب لي انا واحد فيه جوج متر وكندير لي لا هما فيهم متر 62 تحسبوا على العبر ديال البردين واش انت باغي دير لي انا بحال وين يلا سيدي طيحوا ماتي واخا سيدي مرحبا زادت زادت هكاك بالصحة والراحة بسم الله دابا الراجل فيه مترو و65 تا 70 وتا العود يكون فيه مترو 65 تا 70 خصو يكون قد قد ايوا باش يدير رجلو هو عندو العبار مزيانة العبار بحال الخير بحال الراجل اللي يركب سي مصطفى اييه كيفاش قلتي لي اش قال هذاك على العود؟ إناش تخجيت موجوع ثنو حرضاني صغير خاص راحت موزون إلا جدا السفوق شما خدا جعبو تارسكسي وخني يمو داي هياش 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 زعما تهمو جوعد شريت العود عبر الرهبة ديال قلبي صغي خايس شريت العود بالعشق هيي صغي خايس صغي خايس صغي سير سير عزدو تخجيت موجوع توا تخجيت موجوع وحرضان حيت مولوع اييه خليت مولوع في الحرضان حرضان قال البرقي اييه قال فهم من هذا هكاك زين خاص ريحه مزول ايوا جا السوفو شما خلا جعبو تارسكسي وخليه يموت انا عرفت هذه اللي درتي البارود تنخرج تنشم البارود وتنشوف الغابه كنخرج ونشم البارود ونشوف الغابه ونشوف الغابه
ياكس وزيد واحد الزقفاس كم كم خاصكم الله يحفظك زيد واحد تاجغم أنا واحد تاجغميت تاجغميت ونختموا بالفاتحة إن شاء الله سيرس بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومعاشق النبي صلى الله عليه والله صلاح عليك رسول الله والله صلاح عليك رسول الله والله صلاح عليك رسول الله وجنب الولي وابا عمر اشتكريك لا ما يقبلوا دابا تتابع الخيل فين ما كانوا فين ما كانوا موين الخيل فين فين ما كانوا موين الخيل تبعهم وتابع سيدنا لا لا العام اللي فات لقيتك هنا في دار السلام شتك ديما 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 هنا كل عام ديما هنا وكتبع المواسم وكنتبع المواسم شنو من المواسم اللي كتشيليهم هنايا المواسم كان ما كان خلينا تبغي تعرف المواسم هنا دابا انت ما سمعتيش البارود ما بقاش عندك خاطر ما عنديش عقل والو وتقول ولا بدا البارود وتقول وعاش الملك صافي اياه رحمة سيدي عاود لينا هذيك الغوتة عندك تكمل بركة لا تكمل لينا في هذا الموت الله يحفظك ويرحمك واخا لبا عمر مني كتجي شي قرصة زينة ما كنلقاش عظامي ما كتبقاش العظام عندك ما كنلقاش عظامي كتفرتك عندك عظامي الله يلويك مولي ومني كي خسروها روح بالك كتقول لي روح بالك حيد بالك روح بالك يلا ما تبانش لي هنا حنا كنلعبوا في الغابة روح بالك حيد بالك انا كنصيدوا بالحجل حيد روح بالك ومني كتجي القرصة زينة مي مي اكيد لك يا هادشي عدو مالي والخيالة كل شي راشق لي هادا قويسم مشطو قدم رب يفرع عود بلا موله وعلى سرستوه صرفق شوف دابا هاد المقدم قا
قاريها فينا حسيفه. قاريها فيك انت ماشي في الجنب. هاو. يما شارب اتاي. شارب اتاي. وها اتاي شربنا نشربوا خاوي. ايوا فينا السلعه السلعه فينا. فين كاينه؟ كاينه راه السلعه سيدي. وكتو خازنين ولا شنو؟ هاي هاي هاي. راه سيدي السلعه. لا تغيرك. هاك سيدي السلعه. هاك سيدي. بسم الله. بسم الله. التمر هاو. التمر زيد. بسم الله. راه سيدي. باقاش حاجه اخرى نجيبها شوف بلا ما دير السكر هاد الناس راه حلوين صافي طلع عندي هاد الشيء كفي بركه في الاول التمر كنت ديروها انت يا بالتمر في الاول ياك قبل ما يخرج السكر من يخرج السكر عاد حيدنا التمر عندنا نديروا السكر وراك شريف انت مش انت نقدم اسمك الله حامد ونقدم انت واش نقدم للشيخ؟ وانا هو الشيخ. انت هو الشيخ، اسمك الله. اسمي الجلالي نفسه. الجلالي. صرفاق الجلالي. صرفاق؟ الجلالي. وولدك المقدم سميتو؟ سمو حميد الصرفاق. حميد؟ الصرفاق. الصرفاق خلعتوني اخويا. الصرفاق. انت تململ. ها؟ كيفاش؟ قاعد تتململ كي صرفقوك. منين قورتي على هاد السميات؟ الكنية. الكنية. الكنية راه قالت لك الوالد الاول. هو اللي اختارها مين جابها؟ مشى قال لي كتب لي حمايه مشى قال لي انت قول لي واش انت مصرفه قال لي حطها دابا مشيتي قلتي الوالد مشى قال لي بويصور الحاله المدنيه قال لي اسمك قال لي سميتي حمايم صح قال لي حمايم ساكنيتي قال لي واش انت مصرفه قال لي حطها هو يدير الصرفه وانت تكتب تبورد ولا والو وانا كنت بورد ثلاثه خطرات ثلاثه خطرات كيفاش؟ غير كيفاش ثلاثة الخطرة زيد يلاه زيد يلاه بدا تصرفق فينا زيد زيد الخطرة الأولى شني ركبت المرة الأولى في لا مربط وجيت يلاه شريت العود ركبت درت هاد الدون داك الشيء شي وحدين عندنا من دور كيديروا فيا بحالك ما عرفونيش زيد تم في العشية ينزل قال لي واش فلان انت شي ركبها راكب فيها فلان من تما عجبوني الدري الكبير قلت له سنيت لي صافي صافي زاد هذا وليتي كتخاف انت ولا شنو؟ وليت كنخاف على ان الخاطر راه شرفت وانت انت ما كتخافش يا شريف اخاف من الله انت انت كتركب لا صح نكذب عليك ما انا فيا الدقه ديال الفرجه ديال البلاد انت باردي في الارض في الارض السما ما تقربش لا المهم انا ملي كنداو الخيط ما كانش عارف راسي انت نصيب راسي في الموت انت منين انت بعدا؟ انا من القلعه السراغ انت سرغيني 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 واش جابك الحمار؟ هاد الناس حب لي نفسي اللي حبتهم. صانيت؟ والله ما عقلتش انت كنت جاي فرحان عندهم. واني ليش؟ على هذيك الاخلاق ديالها. هادي اللي قلتي. وراهم خوالقه. هما خوالقه ولكن مخلوقين. ناضين. ناضين ما فيهمش الشك كاع. والتعريقه كاينه؟ انا كنشهد بها القضيه. واسرغيني التعريقه كاينه. التعريقه كلشي كياكل كيلقوي كيدعي كلشي ما كيردو حتى واحد. اول مره كيتبسموا في وجه الانسان. ما عمرش الغواشه فيهم انا بعدا. ما كتجيبي معك لقطه لا والو كلشي يلوحوا لك المنطقه. الصالون الجيد كنوعدي فيه انت الاول. عدهم ليه؟ والله السيد انا هاد كما غنقول لك من قلبي الخالص إذا كيديروا لنا اكثر من هنا من عائلتنا والله يحفظك ويرعاك امين وانت كي كتحس وانت كتبورد والوليد كيتفرج فيك اش نقول لك انا راه الحمد لله شي حاجه اللي كنت كنتمنى نلحق ليها خلصت ليها الحمد لله بصح نيت كسبنا حب الجمهور كسبنا حب الاخوان كاملين وهاد الاخوان اللي دايرين بيا كاملين راه بعدا غنقول لك واحد الكلمه راه غنشكرهم تنعيو ونخلي ما ندير عليهم ولكن ما غنرش لهم داكشي اللي داروا معايا الحمد لله مادام انا قاعد هنايا ومعايا الوالد ديالي ومعايا كل شيء هذا هو الرباح اللي باغي انايا الحمد لله متى يكونوا معايا والدي جاوا قاعدين يتفرجوا وباقي مخلي لي الله في الحياه هذا هو الرباح ديالي انا قدم دابا الشيخ ديال الحمار كلها في الخيل هو الطاهر الخنوفي هو الطاهر الخنوفي ورا السوق الطاهر الخنوفي هو اللي كان ديك الوقت كان كيركب 100 عود والفوق واش المقدم اللي ما عدوش القرزي اللي ما عدوش الحلق ما كاين تاعك ما كاين والو ما كاين والو على طافي مسك المقدم خاص يكون عدو الحلق ويكون عدو هذا صبع صبع اللي ما كاينش عدو الصبع ما كاين عدو والو حاليا انا مسكين ما يليقش ايوا انت يخدم لك حتى هذاك الصبع ديال الوتار انت هز التمار يلا سيدي طيحوا مع التمارين انا سيدي انا بالي يلا بسم الله اضربوني وصل لهداك Oh,
الداخليه قويه. دابا العيطه اللي معروفه شانعه يعرفوها كاع الناس على الخيل، هي تكبت الخيل على الخيل، هي الشانعه. وين هي الاخرى؟ حاجه اخرى تكبت الخيل على الخيل، وكاين مالي الخيل عاوتاني، كاين هذيك تكبت الخيل ديال الناس ديال وزام وديال خريبكا وديال ديال اسفي، وكاين عاوتاني مالي الخيل ديال زعير، مالي الخيل شرجور كبر ديال زعير تتقال في زعيده. وانا كنعرفك رامي قديم شحال هذه وعزيزين عليك العيوط والحاجه الا ما كنتيش تاقنا ما ديرهاش، ما نديرهاش والو. ولي شنعت لك هذه ديال الخيل ديال البارود قليل، البارود قليل الحبه البارود كثير وكثير ولا كثير كثير البارود خاص قليل لا البارود قليل يعني الناس باغه تبرد واني ما لقاش واني ما لقاش. مشيتي للغرب عزيز عليهم الزيت بحال هادشي اللي قلت دابا، بحال هادشي اللي قلت دابا عزيز عليهم. مشينا لزعير عزيز عليهم العيطه الزعريه زعيدان والشجعان. وإلا درتي راسك دابا عند جعيدان عندنا الزعير نقولوا قول سيدي على وجدك. أقدر الخيل ما سخينا به. وهي ودي كم صوتي يا رولا يا خير.